اهلا من جديد، صباح الخير سيده سماح سويد، نورتينا. اكيد كنا بعالم الازياء، رح ننتقل لعالم الفواكه والورود. شو الجديد بعالم الفواكه والورود؟ هو ما في شيء جديد، هو انه دائما لازم تكون واحد يبتكر انه على طول افكار انه جديده من الاشياء الموجوده دائما، لانه الفواكه دائما موجوده والورد دائما موجود. سو هو كيف انه تقرب الاشياء من بعضها واثنيناتهم مناظرهم حلوه، يعني منظر التفاحه حلوه، تحطيها مع الورد بيطلع كثير حلوه. يعني بتحاولي انه تدمجي اشياء حلوه مع بعضها لتعطيك كمان فكره جديده. نعم، عم نشوف في حامض وفي برتقال وفي تفاح، خبرينا. في حامض وفي برتقال بتنقلتي وفي التفاح. هي الفكره انه بتكون انت عندك عزيمه عشاء او عزيمه غداء، ودائما نحن بنروح للكلاسيكال واي، بتحطي انه مثلا مثل السله بتحطي فيها الفواكه او بتحطي بقى الورد لحالها. نعم، قلنا خلينا ندمج الورد مع الفواكه مع بعضهم، ونحط الورد مع الفواكه بطريقه انه اول شيء الفواكه تتاكل بطريقه كثير حلوه. نعم، عم نشوف انه الفواكه اكثر من الورد تتقطف، يعني هون هلا صار عندك تتقطف، يعني ما بتخسري ولا عم تكبي شيء من الفواكه اللي عم تحطيها، وبنفس الوقت لما تقيميها بضل عندك انه منظر فيه بيناتهم ورد. نعم، يعني انه هيك بتجمل لك الطاوله، السفره او طاوله المعازيم او اي شيء حابه تعمليه انه ديفرنت لما يكون عندك عزومه. ممكن زين فيهم الطاوله، بس كمان ممكن نهديهم. لا اكيد ممكن نهديهم، مثلا بدك تاخذي مثلا فواكه حدا حابه تهديه فواكه كثير بحبها او فواكه موسميه كثير بحبها، فيك تعملي لها هالطريقه وتحطي معها ورد وتكون كمان هديه مهضومه. انا اخيرا كمان حضرت بعرس، لاحظت انه عم بيزينوا الطاولات بالاعراس بالفواكه والكراسي، يعني كمان فكره جديده. مزبوط مزبوط، يعني عبتي ما عم اقول لك انه الفواكه شيء كثير حلو والوانهم كثير حلوه، نفس الشيء عندك الورد حلو والوانه حلوه، بقى ادمجي هالشغلتين مع بعض تعطيك كمان قطعه حلوه كثير. طب ما بيتاثر الورد بالفواكه او رائحه الورد، يعني ممكن تروح بال نو؟ لا ابدا ابدا. هلا هي طريقتها كثير سهله، المهم انه بكون عندك انت مثلا مثل فاز بتحطي فيه الفواكه الحامض وات ايفر بدك تحطي فيه، عندك السبونج مثلا بتحطيها بتشكي فيها انت الفواكه اللي عندك بيعود من العيدين اللي عندك، هدول العيدين اكيد كل ست بيت عندها منهم، اكيد بتحطهم بطريقه ما هون هذه الحامضه مثلا بتحطهم هيك وبتحطها للحامضه هيك، وممكن تحطها بالمطبخ وتزين بها مطبخها، زين المطبخ ونفس الوقت تستعملها والمنظر التقديم بيكون كثير حلو. كمان بتعطيها نفس هيك بتطبخ بتصير نفسها احلى على الطبخ. هلا في هولي كمان ما بعرف اذا شفتيهم هنا، هولي كمان انه طريقه كمان لتزيني انت طاوله السفره عندك، عندك ضيوف حابه تعملي لهم شيء هيك حلو مهضوم على تغيري يمكن على الكاندلز او عن مثلا، او اذا حابه تحطي لهم على الصحون هيك مثل ديكوراسيون حلوه مثل ديكور جديد، فينا نحط مثلا التفاحه هيدي مع الورده، وكمان كثير سهله الطريقه. عندك التفاحه مثل ما هي الخضراء هيدي شوي صعبة شوي، خلينا نجرب الحامضة. أوكي، عندك هون الصفرة بتقيميها نفس الشيء، يعني الورد بتنقطع مثل ما هي وبتنحط فيها، بس ما بيأثر الحامض على الورد؟ لا أبدا. يعني جميل. أنا ما بفتكر بيأثر، بس إنه اتس فاين. يعني وقديش مثلا بضل معنا، كم المدة اللي ممكن نحتفظ فيها؟ فيك يعني يعني الحامضة بتعرفي بتضاين كثير، بس نحن أهم شيء أهم شيء إنه الورد بتموت، بس إنه نحن ما عم نهدر، كيف بدي أقول لك إنه لا سمح الله إنه ما عم نكب نعمة، نحن عم نرجع نستعمل الحامضة، عم نرجع ناكل التفاحة، لأنه نحن ما عم نعمل الا انه مثل انه عم تزينيها بتعب تحطي لها مثل اكسسوري بس هيك لتعطيكي انه شيء جديد على طاوله السفره تبعيتك. وهلا في كمان حامض بس بطريقه جديده، بطريقه جديده انه الحامضه مثل ما هي فيك تحطي حامضه، فيك تحطي كيوي، فيك تحطي اي شيء. انا حطيت حامضه انه لانه اللون شوي انه حلو، لانه الاخضر والاصفر، الاخضر والاصفر حتى الكيوي بيطلع كثير حلو. عندك مثلا بدك تعملي برزنتيشن للكيوي مثلا، نفس الشيء بتعملي الكالا، بتعرفي ورده الكالا كثير فيك تتكيفي فيها، بتحطي الكالا وبتحط الحامضه مثل ما هي، يعني هي ست البيت ايزلي فيها تعملها، يعني بتبرمها بتحط الواير وهيدي هي صار عندها برزنتيشن حلوه على الطاوله. جميل، كثير حلوين صراحه، اليوم رح اجربهم بالبيت، رح وانا طالعه بشتري ورد عندي فواكه بالبيت رح اجربهم. كمان اكيد بتحطي لهم سبراي معين او شيء لحتى يعني يطولوا بالنسبه للورد وللفواكه؟ لا ابدا، يعني مثل ما هي الفواكه بنغسلها ومثل ما هي بتنحط الورده، يعني ما في شيء انه تعملي زياده. طب مثلا انا عندي مثلا ثلاث عزايم ورا بعض، فيني استعملهم ثلاث ايام؟ ايه بتضاين فور شور.
طيب كيف بتداين؟ ما بحط لها شيء؟ بتحطيها محل بارد. ممكن رجعنا على الثلاجة. ايه محل بارد، المهم انه ما يكونوا متعرضين للشمس او اي شيء، لانه طبيعي الورد لما تعرض لشيء محل في مثلا انه كثير دفى او الشمس حتموت الورد فور شور. ايه كمان كمان عم بشوف هون تفاح مثلا هيدا للاعراس يمكن؟ فيك تعملي للاعراس، في عندك عزيمة عشاء، في عندك مثلا اي مناسبة حابة انه في حدا بحب كثير التفاح مثلا وحابه تهديه تفاح وبنفس الوقت بدك تعطيه انه تعم تقدميه بطريقه كثير حلوه، فينا نحط الورد معه مثل ما بتشوفي هند، فيك تقيم التفاحه مثل ما هي وتاكليها عادي. لا كثير حلو. المهم يتغسلوا التفاح. ايه اكيد قبل. بس فينا كمان نستعمل غير فواكه، غير مثلا الليمون كل شيء فواكه بيخطر بباله الواحد في يعملهم اكيد، يعني الفواكه اللي فيك بتضاين يعني انه عندها مجال تضاين، ونفس الوقت انه الوانها حلوه هي بالنسبه يعني المهم انه تنسق الالوان مع بعضها لتطلع للعين حلوه. اكيد لحتى كمان تريح، مثلا انا هلا بالبيت راح اروح راح اجرب الحامض والتفاح وبشوف شو راح يعطوا. اوكي بنشكرك سماح سويد على هالافكار الحلوه، وان شاء الله مشاهدينا راح يجربوها. وهلا بننتقل لجلال وبقيه برامج صباح الخير يا عرب.